بسم الله الرحمن الرحيم الاعتكاف عباده مستحبه وليست واجبه ولعل كثيرا من الناس ينقضي عمره ولم يعتكف في حياته مره واحده يجوز لكن هذه عباده حسنه لو ان الانسان فعلها في عمره ولو مره واحده فهو جيد الاعتكاف قد يعرف بانه اللبث المتطاول للعباده قد يعرف بانه لبث لفتره مخصوصه في مساجد مخصوصه وفي القران الكريم عده ايات تكلمت عن الاعتكاف منها قوله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود البيت الحرام طهراه ربما يكون المقصود التطهير من الاصنام يعني لأن الأصنا... الأصنام رجس طهراه للطائفين اللي يطوفون والعاكفين إذا المقصود بالعاكفين هنا المعتكفون والركع السجود اللي يصلون في آية أخرى يقول سبحانه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فاذا اصل الاعتكاف مذكور في القران الكريم احنا كلامنا بآيات الاحكام اما تفاصيل الاعتكاف واحكامه فقط هذه الايه الكريمه اللي قالت ولا تباشروهن يعني النساء وانتم عاكفون في المساجد اما بقيه احكام الاعتكاف فهي مذكوره في الروايات قد يسال سائل انه هو المسجد لا يجوز للانسان ان يجنب فيه حتى لو مو معتكف واحد رايح يم مسجد وماكو احد واحدة جايب مرته هناك يريد قاربها يصير ما يصير المسجد لا تجوز الجنابة فيه ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فالايه تقول ولا تقربوهن ولا تمسوهن وانتم عاكفون ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هذا حكم حتى بالنسبه لغير المعتكف موجود، اي هذا الكلام صحيح هناك قضايا هي بذاتها لها حكم ويجي حكم ثاني في ظرف معين فيتاكد مثلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هو الفسوق بغير الحج يجوز؟ ما يجوز الفسوق بكل وقت ما يجوز زين الايه شلون قالت في الحج؟ هنا يتاكد يصير التحريم تحريما مؤكدا فالشخص الذي يباشر المراه وهو معتكف في المسجد هذا مرتكب محرمين اولا مسجد مسجد ما يجوز فيه الاجناب ثانيا هو معتكف المعتكف يحرم عليه ذلك زين الان هذه عباده مستحبه شلون الانسان يعتكف؟ اولا الاعتكاف لازم يكون في مسجد لو واحد يقول انا راح اعتكف ببيتي ما يصير اعتكف بالحسينيه ما يصير اعتكف بالمدرسه الدينيه أعتكف بالمصلى أكو أماكن حاطيها يسموها مصليات كلها ما تصير الاعتكاف الشرعي لابد أن يكون في مسجد أو مو أي مسجد هناك مساجد صغيرة اللي ما تسمى جوامع تصير في المناطق مساجد لأهل المنطقة هذه مساجد محترمة لكن الاعتكاف لا يصح فيها الاعتكاف يكون في مسجد من المساجد الجامعه الكبيره بل هناك راي ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد صلى فيه نبي او امام هناك بعض الروايات تعين مسجد الكوفة المسجد الحرام المسجد النبوي الشريف مسجد البصرة، اكو مسجد في البصرة لما جاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه لحرب الجمل هناك صلى هذا مسجد صلى فيه إمام معصوم قد يكون مسجد براثى الموجود في بغداد أيضاً من المساجد التي ربما يروى ان الامام صلى فيه عند ذهابه يمكن الى صفين المهم مسجد صلى فيه نبي او امام هذا قدر متيقن لكن عده من علمائنا وسعوا القضيه قالوا كل مسجد جامع يعني لا يكون يصلي في المساجد الخاصة بال بالمنطقة الخاصة بال كذا بسوق المساجد الكبيرة المعروفة يعتكف فيه زين شو يسوي إذا اعتكف في المسجد؟ أولاً إلى رقم معين كثر يعتكف؟ يعني لو واحد قال أنا رايح أعتكف يومين يومين ما لي خلق ازيد عندي عطله الخميس والجمعه اروح اعتكف هناك ما يصير الاعتكاف اقله ثلاثه ايام اقل من ثلاثه ايام ما يصير ازيد سته تسعه لا باس بس هالشكل ارقام يعني تزيد على ثلاثه ثلاثه أو ماذا يفعل في المسجد؟ ايش لا يفعل؟ يروح بالمسجد يقعد ينام يؤدي طبعا فرائضه يصلي صلاه صلاته الواجبه اما هل يلزم بان يتعبد اكثر من الوضع المعتاد؟ لا لكنه حسن يعني قاعد بالمسجد ثلاث ليالي وثلاث ايام جايبه فراشه وينام زين شو يسوي؟ يقول ايش بس انام وقت الصلاة أقوم أتوضأ وأصلي ويا الجماعة وما أه عنده أي شيء زايد يجوز ما في إشكال إذا ما ترك صلاة الواجبة من شاف روحه بالمسجد مثلا يمكن يتركها ما يندره عموما شيء زائد غير واجب لكنه حسن بعد واحد بالمسجد يقضي ثلاث ليالي وثلاث أيام خليه يتعبد يذكر الله تعالى يقرأ أدعية يقرأ قرآن لا يضيع عليه الوقت هالشكل في <applause> الاعتكاف يجوز في كل أوقات السنة لكن في شهر رمضان خصوصا الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان له خصوصية وارد لعله ما مضمونه ان النبي صلى الله عليه واله كان في العشر الاواخر من شهر رمضان يطوي فراشه بعد ما ما ينام بالليل يعتكف جيد هذا جيد جدا ويشترط في الاعتكاف الصيام يعني ما في اعتكاف من دون صيام الان مره هو شهر رمضان المفروض يصوم أول تالي يكون يصوم ومرة بغير شهر رمضان الآن شهر رجب. شهر شعبان جاي يعتكف في مسجد يصير اعتكاف من دون صيام، لا ما يصير أصلا باطل اعتكافه يشترط فيه الصوم والآية الكريمة قالت ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إذن مباشرة النساء لا تجوز التعطر استعمال العطر في اثناء الاعتكاف لا يجوز البيع والشراء لا يجوز قاعد بالمسجد قاعد يتعامل ويا واحد بعتك كذا يسوي معاملات او ماسك التليفون يتصل بيعوا فلان شي اشتروا فلان شي ما له حق بالاعتكاف لا يبيع ولا يشتري أو هالثلاث أيام بلياليها ما يخرج من المسجد رجلة ما يطلع حباب المسجد إلا الم... إلا للمقدار الضروري يريد يروح يقضي حاجة وهذا أجلكم الله المرحاض هذا خارج المسجد يعتبر مرحاض مو حاطي في المسجد هذا يعتبر خارج شو يسوي مضطر يكون يروح يقضي حاجته لو فرضنا الآن كان جائعا يريد اكل لو جايب وياه اكل وشرب خش انحلت ما جايب وياه خلص الاكل اللي جايبه مضطر يروح للدكان حتى يشتري له شويه طعام ويجيب ما يخالف هذه ضروره الخروج للضروره لتشييع جنازه وما شاكل هذا في استثناء فرضنا انه اجنب احتلم يكون يغتسل وفورا يقوم يطلع من المسجد فورا يعني ما يقعد نصف دقيقه بس فك عينه شاف روحه محتلم يركض يروح اما مثلا حمام المسجد يغتسل فيه ما في حمام يطلع برا يشوف له مكان المهم يغتسل ويرجع الى المسجد اذا خرج من غير ضروره من غير مسوغ اعتكافه يبطل زين سؤال الآن واحد جاء واعتكف أول يوم وفرضه تعب قال والله أنا تعبت خلاص أرجع للبيت أرجع أرجع للبيت واعتكافك باطل هذا عمل مو واجب مستحب أول يوم يقدر يقطع صارت الليلة الأولى بالليل يريد يبطل يبطل صار ثاني يوم ما دام ما مكمل ثاني يوم ما صار المغرب له ان يقطع تعب تعب ثاني يوم شاف روحه تعبان قال اروح البيت خلص بطلنا خلي يروح لكن اذا اكمل يومين وجب عليه اليوم الثالث ما دام اليوم الثاني كمل صار المغرب لا يجوز له الخروج حتى يكمل اليوم الثالث الى الغروب يعني كم ليله راح تصير بالنص ليلتين هو يبدأ الاعتكاف من الفجر أول يوم وفرضه مثلاً باشر يوم الاثنين يبتدي من الفجر مو يروح للمسجد عقب الفجر قبل الفجر يكون موجود بالمسجد وينوي باشر يوم الاثنين هذا يوم رقم واحد بكرة بالليل هاي أول ليلة يوم الثلاثاء هذا اليوم الثاني بالليل ليلة الأربعاء هاي الليلة الثانية يوم الأربعاء إلى الغروب خلص كمل ثلاثة أيام يعني راح تصير ثلاث أيام ثلاث نهارات وليلتان في الوسط هذا الاعتكاف أقله هذا وهو من الأعمال المستحبة وصلى الله على محمد وآله